السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين ومتتبعات قناة مزهرة. بداية نفتتح الفيديو ديالنا كما العادة بالصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد على طريقة تحضير القراوش أو ما يسمى أيضا بالسنبولة. كتجي مورقة وناشحة من أول استعمال، مقرمشة ورطبة. نتمنى أنه ينال الفيديو إعجابكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم والاشتراك أيضا إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناة مزهرة، وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. كنحتاجو كأول مكون كيلو ديال الدقيق، كنضيفوا ليه جوج معالق ديال حبة الحلاوة والنافع محمرين ومطحونين، قبصة ديال الملح، صاشي ديال سكر فاني. كنخلطوا المكونات جيدا، من بعد كنضيفوا نص كاس عنبة ديال زيت المائدة، كنخلطوه مع باقي المكونات اللي كنا درنا من قبل. من بعد كنضيف كاس ديال العنبة ديال الزبدة مدوبة جيدا، نبقاو نخلطوها مع الدقيق بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على هذا العجين شبه مرمل. من بعد كنضيفوا معلقه كبيره ديال الخل، بيضه كامله اصفر ديالها والابيض ايضا، كنخلطوه مع المكونات اللي كنا ضفنا من قبل جيدا بهاد الطريقة اللي كتشوفوا معايا. كنبقاو نديرو ليه هكا حتى كنحصلو على العجين المرمل، ونحكوه بهاد الطريقة كما كنديرو السكسو حتى كنحسو بالمكونات تجانسو مع بعضياتهم جيدا. نبقاو نحكوه بهاد الطريقة حتى كيترمل لينا العجين جيدا، من بعد نضيفو باقي المكونات. هنا صافي ترمل لينا، كنضيفو صاشي ديال خميرة الحلويات، حكوها بهذه الطريقة باش تجانس لينا خميرة الحلويات مع العجين المرمل. كنعجنهم بالماء والحليب مخلطين، كاين اللي كيعجنهم بالماء فقط او الحليب، ما كل واحد هو. انا صراحة الطريقة ديالي كنخلط الماء والحليب، كيجيو فيهم جد رائعين زوينين، وكتكون فيهم ديك البنه ديال الحليب. بالنسبه للكميه اللي احتاجيت في العجن ديال كيلو ديال الدقيق، احتاجيت جوج كيسان ديال العنبه ونص، غير على حسب النوعيه ديال الدقيق. بالنسبه للعجين خصو يكون قاصح، حيت الا جانا رطب بزاف غادي يعذبنا في الطرق وحتى غادي يجي قاصح من بعد. يعني كنأكد لكم باللي يكون قاصح في البدايه، حيت مع الطرق ومع الدلك غادي يجي رطب من بعد. نستمروا بهذه الطريقه حتى نعجنوا العجين ديالنا بالكامل. هنايا كنضيف الكاس الثاني، ونبقاو نديروا ليه هذه الطريقه حتى يتجمع لينا. كما كتشوفوا معايا راهو قاصح، ما كيكونش رطب بزاف. هذا هو القوام ديال العجين. من بعد كنقسموه على كويرات على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، ونغطيوه ببلاستيك غذائي. كناخذوا الكره الاولى كنحاولوا نبسطوها على هذا الشكل. انا كنورقهم بنشا، كاين اللي كيدير ليهم الدقيق، ولكن الدقيق ملي كنبغيو نقليوهم في الزيت كيتهرسوا لينا، يعني من الاحسن نديروا ليهم نشا. ملي ناخذوا الشكل اللي بغينا كنقطعوه بالجراره وكندوزوه في الماكينه على الرقم الكبير، يعني الرقم انا الماكينه ديالي الرقم 7، كل ماكينه والارقام اللي متوفرين فيها الرقم 7. من بعد كنطويوها على شكل مسمنه، غادي تشوفوها في الفيديو، وحتى كنساليو كامل مع داك العجين اللي عندنا، وكندوزو عاوتاني للمرحله الثانيه باش اننا نحصل على عجين رقيق. كنديروه في الرقم ديال 3 ولا 4،
كل ماكينة كما قلت لكم والأرقام اللي كيتواجدوا فيها. نستمر بهذه المرحلة حتى نورقوا كامل العجين اللي عندنا وندوزوه في الماكينة على الرقم 7. عاد ندوزو المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الثانية كندوزوه على الرقم 3 أو 4 باش يجينا العجين رقيق ما يجيناش غليظ. ونكون معكم باش نوري لكم طريقة الشباك. يا ليلى وصلت على نبي.
كياخذوا هذا الشكل، ما كيبغيوش هما بزاف يتحمروا. وبالنسبه للعسل كنديرها لهم انا من الفوق بهذه الطريقه، ما كنبغيش فيهم العسل بزاف. لكم حليات الاختيار الا بغيتو تخصصوهم انتم في العسل. وبالنسبه للججلان والعسل كنديرهم انا هذه الطريقه باش يجيوني ساهلين. نبقى نقلي وفي نفس الوقت انني ندير العسل والججلان حتى اقتصاديين. هذا هو الشكل النهائي ديال الكراوش، كيجيو جد رائعين، رطبين، مورقين من الداخل وشاربين العسل. واخا انني ما غطيتهمش بزاف العسل، درتها لهم غير من الفوق. نتمنى انه ينال اعجابكم، وما تنساونيش بلي لايكات ديالكم والتعليقات ديالكم كي جاكم هذا الفيديو. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا قناه مزهره، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد، وتبارطاجيو القناه مع اصدقائكم واحبابكم اهاليكم. ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. اللي يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وطول العمر ومغفر للذنوب يا ربي.